بسم الله الرحمن الرحيم. حورية الحمومي، أصالة عن نفسي ونيابة عن منظمة المرأة الدستورية وعن السيد أنور بن بوبكر، أقدم أحر التهاني والولاء لملكنا الغالي محمد السادس نصره الله وأيده، وحفظ الله الأسرة العلوية ومولاي الحسن وللا خديجة، الله يحفظهم بحفظه. حنا تنحبوا ملكنا وتنأيدوه، وعاش الملك. الصحراء مغربية وستبقى دائما مغربية، كما تربينا وربونا والدينا على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وجلالة الملك خليفة الله في أرضه، هو الأب ديالنا، هو السند ديالنا، هو الحامي ديالنا، الله ينصره الله يحفظه. وعاش الملك دائما ملكيا، وخصوصا ملكي حتى النخاع، وأحب ملكي ووطني وغيورة عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد اللطيف أموشة، القائم بأعمال الشبيبة الدستورية بأعمال فاس. احنا جد مسرورين على بالاحتفالات اللي كنقوموا بها، وبالمناسبة ديال عيد العرش المجيد اللي كنهنئوا فيه صاحب الجلالة بهذه الذكرى، وكنهنئوا سائر المغاربة انطلاقا من المقر ديال الحزب الاتحاد الدستوري، ونيابة على كل الشبيبة الدستورية تنقولوا لكل مغاربة وسيدنا نصره الله، كل عام إن شاء الله والمملكة بخير وأنت بخير، وشكرا جزيلا. نقدم لكم النفس ديالي السيد زكريا المالكي بصفتي عضو من أعضاء شبيبة الاتحاد الدستوري، أصالة عن نفسي ونيابة عن الرئيس ديالنا السي أنور بوبكر، أتقدم بأحر التبريكات والتهاني للمالك البلاد بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، فهي مناسبة وطنية يحتفل بها الشعب المغربي ويترأسها الملك محمد السادس ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهي ذكرى التربع الملك على العرش وبيعته الرسمية، واحتفالا لمسيرة التنمية الحقيقية والأوراش الكبرى التي يعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة السعيدة نتمنى التوفيق والسداد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده على المناهج والهياكل التي تصب في مصلحة الشباب والوطن والمواطنين، وشكرا. السلام عليكم. معكم عضو من الجمعية التقدمية للنقل المهني، واللي كنبغيو باسم جميع الجمعية كما نقدموا التهاني لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ولجميع الأسرة العلوية بمناسبة الذكرى 24 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين. وبهذه المناسبة كنتمنوا له الصحة والعافية وطول العمر، وحنا وراه جنود مجندين وكنتمنوا له الصحة والعافية، وحنا الخطاب ديالو حنا معاه والصحراء مغربية وبشعار الله الوطن الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم هادية السقاط الضخمة بمناسبة ذكرى 24 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نخلد هذه الأيام المباركة عيد من أعظم الأعياد الوطنية، ونشارك الشعب المغربي فرحته الكبيرة من طنجة إلى القويرة، والمغرب كله أوراش ونماء من شماله إلى جنوبه. إنها فرصة لنجدد ولاءنا وإخلاصنا لملكنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. معكم سهام فكري، عضوة في منظمة المرأة الدستورية، أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد أنور بن بوبكر المنسق للحزب الاتحاد الدستوري بفاس، أتقدم بأسمى التهاني والتبريك المقرونة بأخلص عبارات الولاء والوفاء إلى جلالة الملك محمد السادس بالمناسبة العالية على الأمة المغربية. أتقدم بقصيدة شعرية بعنوان يا عالي الولاء
يا مالك الفقراء، يا من أنقذت المحتاجة وسرحت السجناء، يا مالك المغربي والمغربية والشمالي والصحراوية، فعش للديمقراطية، عش للجدية، عش للحرية، عش للتنمية والمبادرة الوطنية. يا ناصر القضية، حملهم كل المسؤولية، علمهم كيف تكون الديمقراطية، كيف يسيرون بجدية لتنتصر المغربية وتعلو الراية الأبدية الأبية فوق الأطلسية والريفية، وينبت الأقحوان والبنفسجية، ويسري الود والإخاء والأخوية. يا من جعلت للمرأة مكانة مرئية، وللأمية محاربة قطعية، ورحبت بالجالية المغربية، يا مالك الأسرة العلوية. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نيابة فوزية الوليدين، نيابة عن المرأة الدستورية، ونيابة عن السيد أنوار بن بوبكر الله يحفظه، من هذا المنبر كنشكروه بزاف. بهذه المناسبة كنقدم واحد الشعر: هل هلال في قلب النهار وجود سيدي محمد بالحسن لشعب به فرحان، يحييك يا الريان من الجنوب للشمال، نساو رجال كبار وصبيان، يا قائد قود بينا السفينة من طنجة عبر بينا القويرة، مشاريع مؤسسات تنمية فلاحية كتزداهر في كل قرية وكل مدينة، قلب كريم حليب بيض وصافي من يوم ما تزاد وهو يناضل، عمره ما ضاق النوم ديما صاهر على راحة الولاد يوحد البلاد، وسيدي وسيدي يخاطب القراب والبعاد، راه الوطن غفور تواب، يحيى الملك محمد السادس، نورت البلاد، الله الوطن الملك.